عودة معكم مشاهدينا إلى دبي إلى مباراة الرائعة بين رياضي وهوبس. حبيب عبد الله كان عم يسجل بأولى ثواني على الكوارتر الثالث سلة وعم يعادل الأرام على النقطة 43 التعادل. إذا بوزيشن مع هوبس حاليا علي منصور، علي منصور بياخذ الشوط من برا ما بيسجل عليه، معه توني ميتشل، معه كريم زينون، معه ويلي وورن على أرض الملعب. هون عم يتعرض للبلوك شوت علي منصور. أمير سعود، مايك إيفيبرا بياخذ الشوطة من برا، مايك إيفيبرا مبلش بقوة، مايك إيفيبرا مبلش بقوة بالكوارتر الثالث، عم يرد على سلمة حبيب عبد الله بثلاثية. علي منصور بلاقي حبيب، شو حلو يا علي، شو حلو يا علي، وشو حلو الأسيست من علي منصور لحبيب عبد الله. ثاني سلة لحبيب بهالكوارتر. ايضا امير، امير سعود بلاقي هايك بالانسايد جيم، رائع جدا رائع جدا، ولو انما كملت مع النادي الرياضي. دوين جاكسون كان عم ياخذ الفاول، صاحب ال 14 او ال 15 نقطة بالمباراة امام سلا امبارح دوين جاكسون. داريان تاونز كان الافضل، 17 نقطة كان عنده بهالمباراة، والعراجي كان عنده 14، يعني عم يتوزع سكور بين لاعبيه الرياضي بالمباريات. دوين جاكسون يلي كان حصل على الخطأ، تعرض لضربة بعينه دوين جاكسون. دارين تاونز رح ياخد مكانه. رودريغ عقل بالتالي رح ياخد هو مهمة تنفيذ المحاولتين الأولى. عم ينجح فيها رودريغ، والثانية أيضا عم ينجح فيها رودريغ يلي رح يظهر مع هايك ويدخل مازن منيمني مع داريان تاونز. يعني خروج دوين جاكسون الاضطراري فرض بعض الأدجستمنت من قبل المدرب أحمد فران. مازن منيمني عم يدخل وداريان تاونز ايضا. شفنا داريان عم ينتظر وقت دخوله. رودريغ لا يزال على ارض الملعب عم يراقب علي منصور بالوقت يلي مايك إيفيبرا عم يعمل السير، عم يروح باتجاه السله وعم بحط الايزي لياب. خبره مايك إيفيبرا، خبره مايك إيفيبرا عم تسمح له انه يسجل 19 نقطه اليوم. ما حسيته فيه كثير، انا حاسس كثير بمايك إيفيبرا، ما معقول الشغل يلي عم يعمله على ارض الملعب ان كان من الناحيه الدفاعيه او من الناحيه الهجوميه. بالوقت حلو كثير بين ويلي وورن وحبيب عبد الله يلي بلش الكوارتر الثالث بقوه. نمبر 1 حبيب عبد الله عم يسجل مره جديده وعم يخلي الفارق يكون 3 نقاط فقط. كامباك الكبير يلي عملها هوبس وتقدم بالكوارتر الثاني، كسرها الرياضي وانهى الكوارتر طبعا بفارق نقطتين، لكن طبعا السجال مستمر بهالمباراه. 14 نقطه بين هوبس حط مقابل 13 لبنش الرياضي، وكنا عم نحكي انه بنش الرياضي قد ايه في اسماء ثقيله. شفنا دوين جاكسون على الشاشه والاصابه يلا تعرض له بعينه بانتظار عودته الى ارض الملعب. خمسين سبعة واربعين مازن منيمني على الفري ثرو لاين بيسجل الاولي مازن. محاولة الثانية ما بينجح فيها مازن، فارق 4 للرياضي. حبيب بجرب يطلع من البراس يلي عم يعمله وائل عراقجي. علي منصور بجرب يستغل النقص بالترانزيشن ديفنس يلي عملوها فريق الرياضي، لكن المحاولة من برا ما بتنجح مرة جديدة لهوبس. نسبة هوبس 30% عن خط 3 نقاط، ما انه بافضل حالاته من برا هوبس بالوقت يلي امير سعود عم بقول لهم هيك بشوتوا عن الارك، هيك بيسجلوا الثلاثيات. نسبة الرياضي عم ترتفع ل 40% عن الارك مع سلته لامير سعود، وهي ثاني ثلاثية له بالمباراة، وفجأة الفارق عم يطلع ل 7 نقاط. ويلي وورن، ويلي لعلي منصور، علي مواجهة مازن منيمني بيهايند ذا باك لتوني ميتشل. شو
شوف الحكم عم يحتسب خطا، كان خطا على النمبر 8 مايك إفيبرا. دبل سابس داريان تاونز ومازن منيمني من جديد على البنش، ودي جي وهايك مره جديده على ارض الملعب. قلت لكم خروج دي جي قبل مصاب اجبر الفران يعمل بعض التعديلات، فادخل مازن منيمني وقت يلي كريم عم يستغل الاوبن شوت، عم بسجل كريم زينون ثلاثيته الثالثه بهالمباراه، هو افضل مسجلي هوبس بالتاكيد ب 13 نقطه، خلفه تماما ميتشل ب 12، دوين بقرر يخترق السله بطلع على برا لعند امير سعود، امير سعود بوجهه كريم زينون بقرر يخترق على سي جي تشارلز، خاف من البلوك امير وبالتالي قطعوها هوبس مع علي منصور، علي لويلي وارن، ويلي وائل عم يدافع على ويلي وارن، بيعرف تحركاته بيعرف شو ممكن يعمل ويلي بستيب باك ولا تمت من برا ما بيسجل ويلي وارن، والريباوند من جديد لمصلحه الرياضي اللي عم ينطلق مع مايك إفيبرا. مايك إفيبرا 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 بيطلع على السله وبيسجل مايك إفيبرا، حلو كثير من شاف مايك. سي جي سي جي ما في حدا ما في حدا اصلا ياخذ الريباوند يا سي جي، اخذ الشوطه سي جي جايلز. كريم زينون يبدو تعرض لاصابه، كريم زينون جابرييل صليبي رح يدخل مكانه، وايضا مازن منيمني رح يدخل الى ارض الملعب مكانه لامير سعود. كل السلامات لكريم زينون، عم يقدم مباراه كبيره كريم، على امل انه ما يكون تعرض لاصابه قويه بهيك محلات، يعني بالفخذ بنخاف انه يكون تعرض لتمزق عضلي. كل السلامات لصاحب 13 نقطه والاربع ريباوندز بمباراه اليوم، وقال رجع عم يستفيد من سكرين دوين جاكسون، لكن سويتش بالدفاع عم تنجح بالنسبه لهوبس مع حبيب عبد الله اللي مدافع، وائل بياخذ الشوطه، وائل رغم مضايقه حبيب ما بيسجل، سي جي على من الكل بالريباوند الدفاعي، علي منصور من جديد بينطلق، علي لويلي وارن، ويلي وارن ما بيقدر يعمل الكنترول على طابته، والحكم بيقول بوزيشن رح تبقى مع هوبس ومصر على قراره حكم المباراه رغم اعتراضات فريق الرياضي على هالامر. فاست بريك قدر يسجل هوبس 11 نقطة مقابل 9 نقاط للرياضي. جابرييل حلو كتير كيف وصلها يا جابرييل يا صليبي، كيف وصلها لسيجي جايلز لسيجي تحت الباسكت بالانسايد جيم، وشوفوا الوجوه الصغيرة عند فريق هوبس. هوبس يلي بيستفيد بشكل كبير من اكاديميته، بيقدم لاعبين صغار، اكيد الفريق اللي عنده اصغر معدل سن بدوري دبي الدوليه. ميدرين شوت من دي جي عم بيسجل مره جديده، اخيرا دوين جاكسون عم ينجح انه يسجل، هي نقطه الرابعه لدوين جاكسون. صراع على الريباوند، صراع على الريباوند، مين رح يحسمه بيحسمه هايك، ومن جديد وائل عراجي بالفاست بريك، وائل موف كثير حلو على حبيب عبد الله، وائل بيدخل، وائل ما بيسجل لكنه بيحصل على الخطا، وحش وائل عراجي لعيب، وائل عراجي ما معقول يلي كان عم يعمله باللقطه الاخيره، هالسرعه الرهيبه يلي انطلق فيها مثل السام، شوف الموف يلي عمله على حبيب عبد الله، رائع جدا للاعب يلي طبعا بالسامر ليج كان موجود مع دالاس مافريكس، يلي عنده عرض من تيانجين مانكي كينجز بالسي بي اي بالدوري الصيني، سواء لعب اكيد مع بيجينج فلاي دراجونز بالصين. وائل عراجي وين ما كان وائل عراجي بيقدر يقلع برايي، بسجل محاولتين وائل ما بيضيع ابدا على الفري ثرو لاين، والفارق 8 نقاط لمصلحه النادي الرياضي. الكوارتر الثالث على ما يبدو عم يفلت من ايده لهوبس، الا اذا قرر يعمل كامباك كثير كبيره وقدر يعمل هالكامباك مع سي جي جايلز. البيك مع علي منصور لجابرييل بالاوبن شوت، جابرييل صليبي باول ثلاثيه لقلب المباراه، شو مهمه الثلاثيه لانه عم تنزل الفارق لخمسه. توني ميتشل عم يتحضر للدخول من ناحيه الفريق الابيض، ولعت المباراه مره جديده. مايك إفيبرا مايك لدوين جاكسون، سي جي جايلز عم يدافع على دوين لكن مش فارقه معه، دوين بده يدخل على السله ما بيقدر يسجل، دوين علي منصور لويلي وارن، ويلي وارن بيعمل الفيك بيروح لوين لوين يا ويلي، جابرييل صليبي ما بياخذ الشوطه هالمره من برا، والحكم عم يحتسب اوفنسيف فاول على جابرييل صليبي، خطا الثاني على جابرييل،
ترن اوفر اذا على هوبس. شوفوا جاد الحاج، شوف ردة فعل جاد الحاج الاخيرة. انا اكيد تفاعل المدربين بيكون كثير كبير مع اي حركة للاعبينهم على ارض الملعب، لكن الاكثر حركة بهالوقت هو الرياضي ووائل عرقجي مع هايك. هايك عم يلعب على حبيب عبد الله، حلو كثير يا هايك، حلو كثير يا هايك، ذكية من هايك الموف، اجبروا لحبيب يعمل الفاول وبالتالي ترتفع اخطاء الرقم واحد لثلاث اخطاء، والخطا الرابع هيدا على هوبس بهالكوارتر او الخامس حتى على هوبس بهيدا الكوارتر، وقبل خطا واحد على النادي الرياضي. هايك راح يكون موجود على الفري ثرو لاين مثل ما ذكرت، خمس اخطاء على هوبس. هايك بسجل محاولته الاولى. والمحاولة الثانية ايضا عم ينجح فيها هايك. علي منصور، علي بيطلع على برا لتوني ميتشل عن 3، توني ميتشل ما بيسجل، مايك فيبرا بياخذ الريباوند. وائل شوفوا الاوبن كورت جيم يلي عم نشهدها بالوقت الحالي، والسرعة التيمبو الريتم السريع يلي عنده اياه هوبس، يلي عنده اياه النادي الرياضي. شو بيشبهوا بعضهم هالفريقين بالست اوفنس. فارق هو 7، اكيد الرياض اكبر فارق عمله الرياضي بهالمباراه هو 10 نقاط، اكبر فارق عمله هوبس بهالمباراه هو 6 نقاط. وائل على الفري ثرو لاين بيسجل وائل، اصبح رصيده 10 نقاط لوائل. جابرييل بجرب يعمل له سكرين لتوني ميتشل، تحت الضغط عم يستلم علي منصور، علي بياخذ الشوطة من برا ما بيسجل علي منصور، هايك عم ياخذ الريباوند الدفاع وبيعطي فرصة جديدة للرياضي لتوسيع الفارق. توني ميتشل عم ينجح يعمل ستيل لكن ما عم يقدر يعمل الكنترول على الطابة. توني ميتشل الفارق 9 لمصلحة الرياضي. كان في خطأ عم يحتسبه الحكم على دوين جاكسون، والخطأ الثاني على النادي الرياضي بهالكوارتر. توني ميتشل بحاول يحطها لنادي هاشم يلي دخل بلحظات قليلة إلى أرض الملعب بالوقت يلي مايك فيبرا عم ينطلق. مايك منه لهايك، شوفوا اللعبة الجماعية الحلوة من النادي الرياضي، الفيجن يلي عنده يا هايك ما بعرف كيف بيشوف هايك وكيف دايما بيلاقي، بحس بدوين جاكسون دايما تحت السلة بيوصل له إياها، ودوين إذا ما سجل عم ياخذ الفاول. مرة جديدة دوين جاكسون موجود على الفري ثرو لاين. عنده 4 نقاط دوين جاكسون بهالمباراة، من أفضل مبارياته بالتأكيد لدي جي اللي سجل 12 نقطة بالمباراة الأولى أمام الجامعة الأمريكية بدبي وأمام الاتحاد السكندري، كان عم يتألق بشكل كبير وكان عم يكون أفضل مسجلي النادي الرياضي ب 22 نقطة، كان عنده بهالمباراة 3 من 7 عن 3 بوينتس لاين. دوين بيسجل اذا محاولته الثانيه، والفارق 10 للرياضي، هيدا الفارق الاكبر بالمباراه طبعا يلي عمله سبق وعمله الرياضي. جابرييل بحاول من برا ما بيسجل مره جديده. ويلي ايضا توني ميتشل بيطلع على السله بقلب كبير، بريف هارت توني ميتشل. لقط يلي جيسون صوفان عم يسجل دخوله من ناحيه فريق هوبس. دوين جاكسون عنده المشكلة، عنده المشكلة تحت السلة من دون شك، عنده المشكلة تحت السلة من دون شك. هوبس بحاجة لبيج جاي تحت السلة، بس يظهر سي جي عم واجهه مشكلة كبيرة هوبس بصراحة. نادي لبرا لجيسون، كثير موبايل هاللاعب، بفوت وبسجل بطريقة ذكية، هاللاعب الصغير بقلب كبير عم يسجل جيسون صوفان، والفارق هو 8 ودائما لمصلحة النادي الرياضي يلي عم يبني بهالكوارتر لانتصار جديد يكون الرابع لإله بدور دبي بالوقت يلي في سلة جديدة هون لايك يوكشيان. جيسون هو عم يطلع الطابة بعد خروج علي منصور طبعا. جابرييل
جابرييل بيسلم ويلي وارن، مش ويلي وارن يلي بنعرفه، ويلي وارن بهالمباراة لحد هالوقت عنده 7 نقاط. توني ميتشل، ميتشل بقرر يدخل على السلة لحاله، كثير عم ياخذ الأمور على عاتقه توني ميتشل، عم يجرب يلعب دور البطل بمواجهة أبطال لبنان وأبطال دور دبي، منا شغلة سهلة أبدا يا توني يا ميتشل، هيدي لازم تعرفها. مايك إفيبرا، مايك تيمورك يلي عنده إياه عادة هوبس بتكون وحدة من نقاطه القوية، كرمال هيك توني ميتشل لازم يعتمد شوي على هالامر. مايك إفيبرا عم ينجح بنقطتين جداد بالوقت الرد، الرد الرد من عم بيكون من النمبر 3 جيسون صوفان، بيك شوت من الصوفان وبيك شوت بالجهه المقابله من بيك مايك، شيف مايك 26 نقطة انبليفبل، مايك إفيبرا از اون فاير بالمباراة اليوم عن 3 بوينتس ما عم يتهدى. مايك إفيبرا 5-3 بوينتس لحد الوقت مسجل مايك إفيبرا، والرياضي عم يقدر ينهي الكوارتر الثالث وهو متقدم بفارق مريح عم يبلغ 12 نقطة 74-62.